ابوي هو شوف رحمه الله كيف رحمه سواها ابو رحمه والله كله والله يعني اصلع رجل سواها على اوسم رجل نشوف اوسم رجل هل يسويها ابو فهد اوه والفايز معنا ابو رحمه سمعونا صفقه تحيه لابو الله عليه طيب ابو رحمه دقيقه سيف استاهل كلمه صرحت واحتملت تصريحك وكان متحمس واشوفك اصلا من اول وانت تعطي فريقك عطنا الغداء ما ممكن ما مشى عليها هذا مثل ما قلت لك توفيق من الله سبحانه وتعالى وانت قبل كل شيء فاشكرك على الفقره الحلوه عن اذنك دقيقه بالله يا عداد لو سمحت تخلي لي الجائزه عند الباب هذا بجي اخذها ابو رحمه اشكرك على العصريه الحلوه يا ابو ظافر بيض الله وجهك جم الله حالك نشكر اخويا هذول اللي وقفوا ولعبوا معنا ولكن طال عمرك مثل ما قلت لك تحدي ايش يقول التحدي يبي صلعان التحدي والتحدي يبي صلعان طال عمرك ما يبي فرسان هالهديه يبي صلعان هديه بتجينا بعد شوي يا ساتر كلمه يا ساتر وش سبب الخساره ابو فهد والله انا متنازل لاخوي الكبير ابو هادي يستحي لا يمكن توتر انا اشوف انه يعني هل عندنا نقاط ولا لا شيء هل انت مصدق انه تنازل عنها غير صحيح هو يقول الفنجي مشروبه لا ايه راح اجيب لك الجائزه واجيك إيه لا تطول يلا سرعة سرعة يلا عيال شباب بلا كلكم اجتمعوا بجيب الجائزه يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر ما ادري ما ارتحت الجائزه هذه تقول فين ها ما توقعها شباب راح نجلس حر وبيجينا يعلمنا داخل اقسم بالله اني دوخت قبيله من تطيحها ها وين تطيح قبيله قا قا حا حا طا طا وين الشعث يا ولد؟ اتوقع انهم يستاهلونه ممكن ان من يعني من قديم التمر اغلى شيء عند الانسان يسافرون يروحون يجون الناس تبني مزارع تبني عشان التمر قبل في العصور الاولى كان يجي حرب عشان التمر غالي عندنا فما بالكم في الشعب السعودي أول شيء نجي أبو رحمة وفيصل الحازب وسيف سالم أنتم في فريقه صح؟ أبو رحمة من الموروث الشعبي ومن الأشياء اللي كان يعني الناس يسافرون عشان يجيبونه صح فأنتم مش تتوقعون؟ توقعون ناقة؟ لا أنا أتوقع أنها أكلة ممكن أكلة نعم يمكن أكلة يمكن طبعا أنا أقول يمكن فلوس احس انا احس مركز على فاتتني والله انت تدري ان في ناس تطلب لي دراهم كان ما قلت كذا صفقوا معنا اكبر هديه من ابو رحمه يا سلام احلى هديه فك الشيط ابو رحمه في فريقي يا ابو رحمه دقيقه فيصل عندك ماذا تقول للهديه هذه يا ابو رحمه هذه من بدايه البرنامج احنا كنا والله بيض الله وجهك ماذا تقول لعبد الله الراجع الحين يا ابو رحمه أنا ليش مقدمها لك؟ الراجل ليش أشغلت أنا يا أبو برحمة مقدمها لك ليش؟ عشان تحس يا أخي بقيمتها صح تمر أصلا نص عليه الرسول يعني أنت لو تطلع برا ولا تلقى مثل التمر السعودي أكيد هذه صح التمر السعودي وعاد خضر وعاد خضر وعاد ما شاء الله تبارك الرحمن افتحها صفقوا لي ها شوي سمو الرحمة طبعا هذا ياكله برحمة كله إي قول الله بهذي ساتر يا وين أمسك يلا هل هبدو الله عليك يا ابو رحمه استاهل يا ابو رحمه استاهل كلمه يا ابو رحمه ممكن الاكلات الشعبيه او التمر او الاشياء اللي موجوده في السعوديه دي كلمه يناسب انا والله الظاهر مثل ما تشوف هذا التمر السعودي والاكلات الشعبيه يعني سووا كذا يعني ترى مهم الكلام نطلعها ونوقف معها وناكلها لازم ايش ما ادري اني احس انك اخترت الشخص الغلط التمر انا اشوف ان التمر اغلى من الاكل من الذهب هنا في السعوديه لان يا اخي من انتاج سعودي نعم واجد ترى عندنا السعودية صح يا ابو رحمه لبيه اغسل الرطب لا تاكل ما عليك بفحصه ما عليك قول من مزارع سعودية عادي هذه مزارع سعودية هذه اي شيء الله عليك يا ابو رحمه طيب لو قالوا لك تاخذ التمر ذا ولا ذهب ايش اختار ذهب التمر ذهب انت تقصد التمر ذهب هذا يسمى الذهب الابيض تدري ليش لان يا اخي صرفها لك ابو قبل لا جرب واحد يشد ولا يروح بيجلي ياخذ معه تمر وما بس صح طبعا اول شيء وصلنا ان شاء الله الى ختام الفعاليات مناصر مرحبا عند ابو فهد دي كلمه اسلم اخوي سيف قال سلام
اول شيء اشكر ناصر لبريك على هذه العماده صح الله يطول عمرك اللي غير مجهزه انا ادري الكلام اللي في خاطرك لكن احنا شفنا الابداع بس دقيقه احنا شفنا الابداع شفنا التميز بيض الله وجهك جمل الله حالك اول شيء يا جماعه الخير للربيز هي عصريه لطيها. خفيفه لطيفه ولكن ان شاء الله اليوم فيه ان شاء الله اليوم ان شاء الله اذا اسعد او ان شاء الله ان مسعفنا الوقت اليوم باذن الله بيكون فيه شيء ممكن تقدر تقول بيرجعنا وراء شوي باذن الله انا والمعاونين لا ما عليك شيء والله انت سانس والله انت سانس علي ابو فهد باذن الله والمعاونين اخوي عبد الله الحربي واخوي نايف ثامر فاقول لكم ان شاء الله انتظروها اليوم باذن الله نخلصها هذه جت ليش لان العصريه شفت شوي بارده الشباب راقدين فلازم صحي عبد الله يوم درت الفيفا عليها قمت من النوم صح والله العظيم من جاي من النوم شفت يعني كان نص الشباب راقدين منظم نومي صحيت الظهر حضرت المطبخ فزت الحمد لله بلف فازت معنا الشيف منيرة وفزت بلف ومية نقطة بعدها رحت أخذت لي غطة بسيطة ورجعت صحيت علشان الجمهور ما يعاتبني يقول أنت ما تجي العصر نايم والمغرب نايم شفت حتى عبد الله الحربي قام العصر طبعا أكلم أخوه محمد لا عشان ما يعاتبني أنا أقدر عتابهم وأبشروا بس طيب أكلمه للفقرة اللي تجي إن شاء الله المساء والله العظيم إن إحنا أنا وناصر ونايف مسوين جدول الأسبوع هذا الله كل فقرة كل فقرة تقول أنا أحلى من الثاني إن شاء الله يعني أمس الدخولية ممكن فيها خطأ بسيط والله ما قال لك كل شيء اللي هي الإضاءة ما طولنا عليها يعني ما وكان إيش بسيط يعني وكان غير الدخولية صح ذكرني كان الدخولية كان هي مرتبة بسيناريو معين ولكن إنه دخلنا إيش وبدأنا نسترسل ترى اللي صار أمس كله استرسال والله ما خططنا عليه دخلنا من الباب يلا كل واحد إن شاء الله استرسال ولكن في ختام فعالياتنا العصرية نعم. بإذن الله أن خلانك تضحكون تستنسون بروح الحين بدل وأنزل ذا إيربيز لأنه والله سيد كذا ناصر أسويت والله أنه ما شاء الله من اللي كلمت بالإيربيز؟ عبد الله الراجح من تبغى 20,000 صوت أسمع لكن يا جماعة الخير عبد الله الراجح بالإيربيز نتعب علشانكم وبإذن الله ذا اللي بتكون فيه فعالية حلوة بإذن الله وبنروح وبنجيكم الحين وضحكي وسوالف وضحك ونازة ومع السلامة أنا لو طولت حكي وأنا عينكم جبت العيد اسمع أنت